أسعد الله مساءكم. من أبرز الأسرار النفسية بخصوص العلاقات العاطفية التعبير المتكرر عن الحب أو ترديد كلمة أحبك. المعروف أن نفسية المرأة مختلفة كثيرا عن نفسية الرجل الذي يخجل من التعبير كل مرة عن حبه لامرأة معينة، بل إنه يفضل أن يعبر عن ذلك بطرق أخرى، غير أن المرأة تعبر عن ذلك بكل صراحة. لذلك إذا كنت تسعى لإنجاح علاقة عاطفية لا تقل كل مرة أحبك، بل أترك أفعالك تعبر عن ذلك فقط. لو استمرت في قول تلك الكلمة كل مرة يعني أن القصة انتهت هنا. عليك أن تجعل الطرف الآخر ينتظرها أكثر، وأنت عليك أن تعبر عنها إن كنت فعلا تستشعرها بالفعل وليس بالقول. خلاصة الكلام، لو قلت لأحد أحبك كل مرة اعلم أن التشويق في علاقتك العاطفية انتهى. عبر عنها بأفعالك فقط ولا تقولها في كل مرة وكل حين. أجمل ليلة. يوسف حسن، إلى الملتقى.